we partnered with the Muslim Brotherhood, a local terrorist organization in some country called Jazeeristan. أنا قاعد أعرض عليك زيادة. أنا يا أخوي أموري طيبة، ما عندي مشكلة. إن شاء الله 100 مليون دولار يا حبيبي، ما عندي مشكلة. مش موضوع تحدي، مش موضوع شيء. أنا قاعد أعرض عليك تفكر شوية بعقل. في النهاية كل هذا اللي قاعد تعمله راح يفشل. أنا عندي كل شيء، يعني أعرف كل شيء عنك يا رامي. ما له داعي هذا كله.